انا جايه لك. يلا يا اخويا تعالى ندور على الابره والفتل. على فين؟ طب بابا فوق مش هينفع. ما تقوليش لا بابا ولا ماما. لا اقول لك بس انا مش عايش لوحدي انت عارفه. يلا يا اخويا يلا عشان الفضايح والناس. تعالى مش هينفع. هنسحب يا اخويا ما تخافش. خش بقى عشان الفضايح. اقفل الباب. يلا معلش كده اسفه انا ما صدقت انه نام بقى له نص ساعه بس مغمض عيني اتفطر. انت كويس انه نام على فكره عشانه. طب طمنينا عليه هو عامل ايه؟ هو احسن الحمد لله. الدكتور بهاء قال ايه؟ قال ان حالته مستقره وقلبه بقى تقريبا زي ما كان في الاول الحمد لله. بس هو اداله شوية علاجات هيمشي عليها يوميا ومنعه عن التدخين. في حد زاره؟ قصدك اخت ليلى؟ لا الحمد لله ما جاتش. انا كنت مرعوبة لا تيجي وانا لوحدي، ما كنتش عارف اتصرف اكيد. انا افتكرت حاجة ضحكتني. والله؟ ايه مالها دي؟ انا عندي صداع، انا لازم اشرب قهوة. هنزل الكافيتيريا عشان اجيب قهوة. تحت في اول دور. اه ماشي اوكي. مش من هنا يا ماما. من هنا. اه من هنا يا حبيبتي. يا مين دي؟ دي مروه زميلتنا في الشغل، محترمه جدا بس جدا شربت كاس وواضح ان دماغها خفيفه. حرام يا عيني. ما تقلقيش ليلى مش هتيجي هنا تاني بعد ما طردها ماما، اطمني. انا طبعا ما كنتش حابه ان ده يحصل بس اللي قالته ليلى ده يا مختار مش مظبوط. أنا متأكد. أنا عارفة إن وجودي عند مراد في البيت ملوش أي معنى. بس هو راجل محترم واحتواني. أي حد مكانه كان ممكن يسيبني. ما أعتقدش يا داليا لو حد عارف إنك محتاجة مساعدته هيبقى سهل عليه إنه يسيبك. أنا بقالي فترة مش قصيرة عند مراد في البيت. بصراحة عمري ما شفت منه أي حاجة تخوفني. خالص. داليا انت جميلة. جميلة قوي. مش الشكل بس. حتى انت يا مختار؟ بما ان كلام ليلى مش مظبوط وانا عارف ان هو مش مظبوط انا لازم اسألك سؤال. لا مش هتسأل. عشان انا تقريبا عارفه انت عايز تقول ايه. انت بتحبي مراد؟ طبعا طبعا لازم احبه. تصور واحده في ظروفي وقابلت واحد زي مراد وعمل كل اللي عمله عشانها، تفتكر احس له بايه؟ ممكن تقول لي؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا مختار؟ ايه هيخرج امتى بقى؟ بكره بعده بالكتير. اطمن هو بقى كويس قوي. يرتاح بس اسبوع 10 ايام ويرجع لحياته الطبيعيه. هخش اشوفه. ميرسي يا دكتور. سعيد. طب نشوفه. هيا بطل. عامل لي مشاكل انت؟ ليه بس يا بهاء؟ الله احنا مش في سن بعض. لما الناس تلاقي قلبك دهاف وعجزت انا هيتقال عليا ايه؟ عجزت زيك؟ انا نمت يا مختار. بقالي شويه بس جيت لقيتك نايم فما رضيتش ازعجك. قعدت مع داليا شويه بره. داليا تعبت معايا قوي يا مختار. اكيد. اوعى تقول كده يا مراد. ده انا لو قعدت جنبك 100 سنه برضه مش هعرف ارد لك الجميل. انت تقدر تخرج بس ما تعملش اي مجهود وزي ما قلت لك مفيش سجاير ولا دهون. الحمد لله على سلامتك يا مراد. ميرسي يا رب. عن اذنك. ميرسي يا دكتور. انت بقى تسيبك من الشغل والدوشه دي
تروح تاخد اجازة كده على البحر، تشوف فيو حلو وتدلع نفسك. فكرة كويسة جدا. تيجي نسافر باريس؟ باريس؟ طبعا انا اتمنى، بس انا ما عنديش باسبور. مش انت برضه تفتح الحكاية دي نقطة؟ كل حاجة وليها حل اكيد. طيب عايزين نطلع باسبور داليا، عايزة تسافر معايا. اعتبره حصل. اغنوني شوية. اركب الحنطور واتحنطر درجن درجن. اركب الحنطور واتحنطر بس اقعد قدام واشد اللجام. واتحنطر درجن درجن اتحنطر. يا اخويا جيت، خليك في حالك وانا في حالي. انا واحده بتتحنطر درجن درجن اتحنطر. الله حلو قوي الشمع جامد. النبي يا بنتي يا فتون، ده انت قمر مزه. اركب الحنطور واتحنطر. وحشني جدا. الحمد لله على سلامة. حاسس كاني بقالي سنة ما جيتش. الفردوس فرحانة. ازيك يا مختار؟ والله انت نورت يا مستر مراد. الحمد لله على السلامة. الله يخليك يا فردوس. انا عارف ان انت مبسوطة، بس بلاش حكاية الزغاليل دي لو سمحتي. غصب عني بقى من صحتي والله. فردوس الاكل من هنا ورايح مسلوق والملح قليل. من عينيا الاثنين. شوفي مختار بيشرب ايه. لا انا تعبان، هروح بقى. ما تنسيش الميعاد بتاع السجل المدني، عشان ده ورق كتير عشان نعرف نطلع لك الباسبور. ده بكره صح؟ اه ماشي. تعبينك معانا يا مختار. ماشي. انا شفت من غير البهدله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا عبي. مع السلامه. سلام. انا عايز اشرب قهوه يا فندم. حالا القهوه تجيلك. لا قهوه ايه؟ 2 اورنج بليز. قهوة ايه يا مراد؟ الدكتور قال مفيش قهوة. ليه كده؟ ما هو قال قهوة واحدة في اليوم كويس. لا قال واحدة في الشهر. قهوة واحدة في الشهر. الشهر ده كتير يا داليا. ماشي 25 يورو. اورنج بليز حبيبتي. احلى اورنج يجيلك حالا. لو خليه اسبريسو. اسبريسو؟ ماشي. ماما قهوة لا. عارفة لما كنت في المستشفى ساعات لما كنت بفتح عينيا الاقيكي جنبي كده، كان جالي احساس ان انت خايفة عليا، خايفة لموت. تقولش كده يا مراد بعد الشر عليك. عارفي. أكتر حاجة كانت شغلاني إيه؟ أنا كنت خايف لا بعد ما أموت يعني تتبهدلي. مش غلاسة بقى، ما تتكلمش في الموضوع ده. ربنا يخليك ليا، يحميك من كل شر. يعني أستاهل القهوة؟ هتشرب العصير على بال ما أخد الشاور. يلا واحد. عليا تجيب لي مية. ماشي.